مساء الخير أحبابي التلاميذ، إن شاء الله تكونون بألف خير. أهلا وسهلا بكم في سلسلة دروس الصف الرابع. اليوم راح ناخذ موضوع جديد، فصل جديد، تمام؟ فصل الكسور الاعتيادية. فصل الكسور الاعتيادية راح ناخذ تمثيل الكسور على مستقيم الأعداد، تمام؟ أوكي، هنا راح ناخذ فصل جديد اسمه الكسور الاعتيادية، راح ناخذ موضوع تمثيل الكسور على مستقيم الأعداد، والموضوع الآخر الكسور المتكافئة، تمام؟ هناخذ موضوعين اثنيناتهم سهلات، واحد أسهل من الثاني. أوكي، يلا يا أبطال. الكسر، ماذا يعني الكسر؟ شو يعني الكسر؟ الكسر معناه هذا الكسر، شوفوا هذا الخط، تشوفون هذا الخط، هذا معناه الكسر، هذا الخط معناه الكسر، طبعا هو يمثل قسمة، من أني أقول كسر معناه قسمة، قسمة بسط على مقام، أوكي؟ هنا اللي يقول لنا دعت سعاد خمسة من صديقاتها إلى حفلة نجاحها. فقطعت الفطيرة إلى ثمانية أجزاء، كم جزء قطعت الفطيرة؟ إلى ثمانية، وقدمت جزء لكل واحدة. زين، هن كم صديقة؟ هن خمس صديقات، الأجزاء خمس صديقات هن، كم جزء أنطتهم؟ كم قطعت إيك؟ أنطت لكل واحد؟ أنطته وحدة، تمام؟ لكن عدد الكيك الكلي، الفطيرة كلها هي قسمتها إلى شقد؟ إلى ثمانية. خلونا هنا في هذا النشاط نتعرف أكثر شنو معنى الكسور، شنو معنى الكسور؟ أوكي، باعوا لي هنا وركزوا لي هنا. هنا شنو عندنا؟ عندنا كيك، تمام؟ عندنا كيك، هذا قالب الكيك، قالب الحلوى، على كم كيكة ده يحتوي الآن؟ احسبوا كم كيكة يحتوي. ممتاز، أحسنتم. يحتوي على واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. إذا يحتوي على كم كيكة؟ أربع كيكات. إذا شو راح أمثل آني هذا الكسر؟ يريد من عندي، هذه هو ناطني كيك، يريد من عندي أمثل على شكل كسر. بما أنه هو يريد أمثل على شكل كسر، إذن أول شيء مدام قال كسر، أرسم له الخط الكسري. أوكي؟ أرسم خط الكسر. رسمت خط الكسر، هسه أريد أعرف شلون راح أني أخلي البسط، هنا البسط وهنا المقام. أوكي؟ شلون راح أعرف أوزع الكيك على البسط والمقام؟ راح نقول عدد الكيك الكلي شو يمثل؟ يمثل المقام. عدد الكيك الكلي، كم كيكة أنا قلت عندي؟ عندي أربع كيكات، هذا راح يمثل المقام، تمام؟ المقام هو العدد الكلي، المقام هو العدد الكلي، تمام؟ إذن راح أمثل الكيكات عددها الكلي بالأربعة بالمقام. هسه أريد أمثل جزء من هذا الكيك، مدام قلت جزء من الكيك يعني جزء من عدد كلي، الجزء هو شنو؟ هو قطعة واحدة أو قطعتان حسب المطلوب. المطلوب راح يقول لك كم قطعة كيك من هذا العدد الكيك الموجود بشوكولاه هواية، يعني لونه مو أبيض، لونه شوكولاه، كم واحد؟ يلا يلا دا شوف. اوكي اوكي تقولون صحيح، كم قطعات؟ احنا اربعة، احنا اربع كيكات، اربع كيكات، كم وحدة؟ كم وحدة بيها لونها يكون شوكولا سمار؟ نعم تنسي، اخر وحدة اللي هي بيها هو شوكولا، اخر وحدة، يعني كم قطعة؟ اثنان لو ثلاث؟ واحد. ممتاز، شكرا سمار. إذن هنا عندي قطعة كيك واحدة،
هي لونها شوكولا، وهذه هي القطعة، جزء من هذا قالب الحلوى، هي جزء من قالب الكيك اللي عندي. إذا 1/4، تمام؟ شفت ايش قد سهل مثلنا البسط والمقام؟ المقام دائما هو العدد الكلي، تمام؟ المقام هو العدد الكلي، دائما يكون عدده أكبر من البسط، تمام؟ أوكي؟ أما البسط هو جزء من العدد الكلي. إذن الكسر هو عبارة عن كسر يتكون من بسط ومقام. البسط وين مكانه؟ فوق الكسر، والمقام أسفل الكسر. البسط هو جزء، المقام هو عدد كلي، تمام؟ أوكي تلاميذ، وصلت الفكرة؟ نأخذ بعض الأمثلة من الاختبار القبلي. هنا أنا يقول لنا أنت عندك مستطيل، هذا المستطيل بمجموعة من المربعات، بمربعات ملونة. كم عدد هنا؟ كم عدد المربعات الملونة؟ إذا أنا هنا من أريد أمثله، أمثل المربعات، لازم أمثلها شلون؟ جزء من كل، صح؟ جزء هو البسط، البسط بالنقطة الأولى كم واحد ملون؟ شمس. كم واحد ملون؟ نانسي أو اثنان. 2 ملون، زين. نعم. عدد الكل للمربعات الناتج قد؟ 5. 5. شفنا وين خلينا الخمسة؟ ليش؟ نعم. 5 هي العدد الكلي، شكرا شمس. 5 هي العدد الكلي، تمام؟ كم مربع؟ 1، 2، 3، 4، 5. إذا العدد الكلي في المقام. كم مربع ملون؟ 2. يلا يا مريم عمران. نعم ست. يلا يا مريم، كم جزء ملون؟ 4. 4. زين العدد الكلي بالمقام ايش قد؟ 5 هو. 5. إذا 4/5، شكرا جزيلا. ميلا، ميلا يريد من عندك الآن شنو؟ يريد من عندك إنه المربعات ناطتش إياها فارغة، ومحدد لك دا يقول لك هو 2/6، يعني كم جزء يريده ملون؟ 2. 2، ممتاز، ألون 2، شكرا جزيلا. ناخذ آخر. يلا يا مريم، شهد ماما تركي. نعم. يلا يا مريم، هنا أنا جزء عندك 4/5 الكسر، كم جزء ملون؟ 4. ممتاز، 4 أجزاء ملونة، ما دام أني أقول جزء، إذا البسط الأجزاء ملون، تمام؟ البسط هو الأجزاء، أما المقام هو العدد الكلي، شكرا جزيلا تلاميذ. هنروح إلى تمثيل الكسور على مستقيم الأعداد. يلا يا ميار اقرأي. يلا اقرأي ميار. يقطع مهند المسافة بين البيت والمدرسة، مدرسته ب 1/4 ساعة. شكرا جزيلا. إذا هنا المفردات اللي راح نتعلمها هي مستقيم الأعداد. يريد من عندنا نمثل 1/4 على مستقيم الأعداد. أول شيء تلاميذ عندنا نقاط مهمة لازم نعرفها، اللي هي شنو؟ دائما راح يكون من أريد أمثل مستقيم أعداد وأمثل الكسور عليه أرسم المستقيم. باعوا؟ أرسم المستقيم أحدد النقطة الأولى تبدأ بالصفر والنقطة الأخيرة تنتهي بالواحد، يعني نقطة البداية هي صفر ونقطة النهاية هي واحد. أريدكم تركزون، لأن راح نعرف ليش دائما يبدأ بالصفر وليش دائما ينتهي بالواحد. أوكي؟ تمام؟ إذا هنا أنا أريد أمثل التدرجات، هو ده يقول لي أنت عندك كسر، ده يقول لي عندك كسر 1/4. 1/4 هذه راح أمثلها بشكل تدرجات. شنو؟ تدرجات. على منو تعتمد التدرجات؟ يعني المقام جيد، المقام 4، يعني راح أرسم كم تدرج؟
كم تدرج أبدأ أحسب ما بعد الصفر؟ الصفر ما يحسب، ما بعد الصفر شو أحسب؟ واحد، اثنان، ثلاثة، ونقطة النهاية اللي هي الواحد أحسبها من ضمنهم راح يصيرون أربعة. ليش رسمت أربع خطوط؟ ليش أربع خطوط مع النقطة النهاية؟ لأنه المقام أربعة، لأنه شنو؟ المقام أربعة. الآن أنا كملت التمثيل، رسمت، بدأت بالنقطة البداية اللي هي صفر، نقطة النهاية هي واحد، رحت على الكسر اللي عندي ده يقول واحد على أربعة. إذن رأساً راح أروح أرسم كم خط؟ أرسم خطوط أوصل بحيث للنهاية ويا يصيرون أربعة، يعني أرسم واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة مع خط النهاية. خط النهاية يحسب ويا، إذا رسمنا أربع خطوط وجينا حسبنا ويا خط النهاية حيصير خمسة، تمام؟ فتنتبهون خط النهاية يحسب من ضمن الأربعة. هسه أريد أجي أمثلهم. الخط الأول هو واحد على أربعة، الخط الثاني هو اثنان على أربعة، الخط الثالث هو ثلاثة على أربعة، والخط الرابع هو أربعة على أربعة. زين العدو الصفر، الصفر هو ايش قد الصفر؟ الصفر هو صفر على أربعة، الصفر هو صفر على أربعة، تمام؟ الصفر هو صفر على أربعة. من أريد أجي أقسم صفر تقسيم أربعة ايش قد؟ صفر، هاي صفر، صفر إيدي الفارغة صفر. أي عدد أقسمه أنا ويا الصفر دائماً شو راح يطلع؟ صفر، ومتفقين عليه هاي القاعدة؟ صفر تقسيم أربعة صفر، إذا لذلك هنا دائماً عندي نقطة البداية صفر. عرفنا؟ عرفنا ليش دائماً نقطة البداية صفر؟ إحنا قلنا العدد الكلي، ماما أحمد مصطفى ليش نايم؟ أقعد عدل. إحنا قلنا متفقين العدد الكلي هو المقام. المقام ايش قد عندي؟ كم خط عندي؟ عندي أربع خطوط، إذن المقام أربعة، هذا عدد كلي. هسه أمثل الأجزاء باعتبار مثل الكيك، أمثل الأجزاء. هسه هنا باعتبار عندي كيكة واحدة، كيكة واحدة من ضمن كم قطعة كيك؟ من ضمن أربعة، إذن راح يصير واحد على أربعة. هنا هسه راح يصيرون اثنيناتهم سوية، إذا كم قطعة كيك حيصيرون؟ اثنان، إذا اثنان على أربعة. هنا ايش قد حيصيرون معهم؟ راح يصيرون إذا بس ويا هذا ثلاثة، ثلاثة قطع كيك على أربعة. أجي هنا راح يصير عندي أربعة على أربعة، أربعة تقسيم أربعة، أربعة كم أربعة بيها؟ بها واحد، إذا لذلك دائما يكون النهاية واحد. فهمنا ليش البداية صفر والنهاية واحد؟ لأن دائما من أمثل المقام، أمثل جزء المقام، النقطة الأولى اللي هي هذه هي صفر على أربعة، أو مثلا صفر على خمسة، أو صفر على ستة، حيكون دائما صفر. النهاية راح تصير أربعة على أربعة، أو خمسة على خمسة، ستة على ستة. هذه دائماً من أني أقسم ستة على ستة شو قد تساوي؟ ستة كم ستة بيها؟ بيها واحد. إذن ما يصير أترك بهذا الشكل، رأساً راح يختصر يصير واحد. أو خمسة على خمسة، شهد ترك الكتابة وانتبه، خمسة على خمسة هي واحد. من يكون المقام والبص متشابهات، إذن اختصرهم راح يصيرون واحد. إذن عرفنا تلاميذ، من أريد أمثل الكسر على شكل مستقيم دائما تكون بداية الصفر ونهاية واحد، والمفروض هسه إحنا عرفنا السبب. أوكي تمام. إذن مباشرة راح هسه يقول لي أنت هسه مثلت الكسر، رسمته بمستقيم الأعداد، بس انت ما قلت لي الواحد على أربعة وين مكانه؟ الواحد على أربعة مكانه هو صفر على أربعة، لو هنا النقطة الأولى واحد على أربعة،
لو 2 على 4 لو 3 على 4 هو 1 على 4. إذن أمثل النقطة هنا، هذه النقطة هي تمثل الكسر 1 على 4. هناخذ أمثلة بعد أخرى حتى تعرفون الموضوع كلش سهل، ما يحتاج تصفنون. وكالعادة اللي راح يشترك إلى درجة، أما النعسان دي يتساوي فما إلى درجة. يلا هنا نريد من عندنا ما الكسر الذي تمثله كل نقطة من النقاط الآتية على مستقيم الأعداد. أجي عندي كسر مرسوم النقاط عليه، بداية صفر نهاية واحد، حتى أعرف آني العدد الكلي هو شقد العدد الكلي، شنو أحسب؟ أحسب النقاط الموجودة كلها عدا الصفر، الصفر ما يحسب. أجي أحسب 1 2 3 4 5. إذن المقام هو 5. ليش؟ المقام يمثل التدرجات كلها عدا الصفر. زين هسه يريد من عندي النقطة ألف. النقطة ألف كم تدرج قريناه؟ يلا وصلنا للألف، نجي نحسب 1 2 3 4. إذا البسط ايش قد صار؟ 4. 4 على 5 صار عندي الكسر. شفنا ايش قد سهل لو ما شفنا؟ يلا خلينا نروح نشوف تلاميذ يحلون ويانا حتى نعرف فهمنا لو لا. يلا يا حوراء، حوراء ماما إليك الطلب. سدي زيتي طلب بالغلط. اوكي مريم، حوراء يلا، شكرا جزيلا. يلا يا حوراء النقطة الثانية، راح نحسب عدد التدرجات كلها، كم تدرج عندك؟ احسبي. 1 2 3 4 5 6 7. ليش حسبتيها 7؟ احنا مو قلنا الصفر لا يحسب؟ الصفر الصفر ما راح نحسبه، هو صفر يعني ما راح يمثل لي قيمة عدد، صح؟ الصفر ما نحسبه نهائيا، نجي نحسب من بعد الصفر. يلا أسرع. 1 2 4 5 6. إذن المقام راح يمثل 6. ليش؟ يعني هو عدد الخطوط كلها أو التدرجات كلها، الباء اللي هي جزء. كم عدد قريناه يلا وصلنا للباء؟ 3. 1 2 3 ويا الباء، مع الباء ماما، مع النقطة باء راح يصير 4. إذن الكسر راح يصير 4 على 6. شكرا جزيلا حوراء. يلا يا مريم، يلا يا ميلا، ميلا أقصد، ميلا. نعم تاتي. يلا يا ميلا أريد من عندك تمثلين نقطة ها اللي هي نقطة 3. نعم أسرع ماما، تلاميذ أسرع، موضوع سهل. 10. 10 إذن المقام 10. نقطة ها إيش قد تمثل؟ 2. 2 حسبناها، 1 2. شكرا جزيلا. ناخذ تلميذ آخر، محمد زيدون تفضل. نعم تعال، أول شيء نحسب النقاط، بس ما بس الصفر ما نحسبه. أحسن، الصفر هو لا قيمة له لذلك لا يحسب. يلا أحسب سريع. 9. 9 ممتاز. نقطة ألف شو تمثل؟ إلى 8 نحسب. 8 ممتاز. إذا الكسر كسر 9. 8 على 9. شكرا جزيلا. يلا يا فرح. نعم شاسي. يلا يا فرح مثلين الكسر. نحسب النقاط على الصفر، 1 2 3. المقام هو 3 والبسط هو 2. ممتاز، 2 يعني 1 2. شكرا جزيلا. يلا يا ميار تفضلي. النقطة السادسة، نعطينا سين وعين، راح نمثل بالبداية عين. أول شيء كم نقطة بالمقام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11. 11 نقطة عين تمثل؟
واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ستة. ستة تمثل ستة، نقطة عين تمثل ستة. شكرا جزيلا. ناخذ تلميذ آخر، يلا يا شهد. أسرع شهد. مثلي نقطة سين شهد. ويانا ماما شهد. صوتك ماكو. عبد الله أمجد. نعم ست. يلا يا عبد الله مثل نقطة سين. سين. واحد اثنين هذا الباست. ممتاز. اثنان الباست. والمقام 11. المقام 11. شكرا جزيلا. يلا هسه يريد من عندنا تلاميذ، يريد من عندنا انت راح ترسم. اوكي انت راح ترسم تمام. عندك اثنان على ثلاثة، راح تشوف النقطة اثنان وين هي. يا نقطة تمثل اثنان على ثلاثة، يلا يارا. نعم سانسي. يلا يارا المقام ايش قد عندك؟ ثلاثة. ثلاثة احسنتي. البص ده يقول اثنان، يعني وين راح تخلين النقطة؟ بالخط. يا خط عديلي، عدي هنا صفر لا يحسب. اذا هنا راح يصير واحد اثنين، واحد اثنان ثلاثة. هنا اذا وين راح يكون هذه النقطة؟ تتمثل تمثل كسر اثنان على ثلاثة. هذه النقطة تمثل كسر اثنان على ثلاثة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يلا ناخذ زينب علي. يلا يا زينب. الكسر يدي يقول ثلاثة على سبعة، يعني كم تدرج راح ارسم؟ سبعة. سبعة. يلا نحسب. نحسب. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. زين السبعة ويا الواحد لو أرسم لها واحد جديد؟ لا ويا الواحد. ممتاز السبعة ويا الواحد. هسه عندك تمثلي لي يا نقطة تمثل الكسر ثلاثة على سبعة. النقطة الثالثة. الثالثة. الثالثة ممتاز. هذه راح تمثل ثلاثة على سبعة. شكرا جزيلا. تلاميذ أخذوا استراحة حتى نروح على الموضوع اللي بعده، لأن هذا الموضوع جدا سهل، مجرد إنه أنا أرسم مستقيم الأعداد، بعدها الخطوط تدرجات جميعها تمثل المقام، أما الباص فيمثل النقطة اللي يريدها، تمام؟ لنفرض هنا يريد النقطة أربعة على سبعة، إذا أجي أحسب هذه واحد على سبعة، هذه اثنان على سبعة. هذه ثلاثة على سبعة تمام؟ وهذه أربعة على سبعة. أوكي؟ تمام؟ فهمنا؟ موضوع جدا سهل. يلا خلينا نروح ناخذ استراحة قليلة حتى ندخل على الموضوع اللي بعده. بصورة سريعة لكم دقيقة واحدة فقط. ماما تلاميذ استخدموا طريقة السهم أفضل من النقر والرسم. استخدموا السهم. تلاميذ ليش تخبطون؟ حاولوا السهم صغير. واللي شارك يترك مجال للتلميذ اللي بعده. أريد أوصل بالنهاية إنه كلها أسهم حتى تعرفون بعض الشخبطة اللي تصير لتمنع الحل. أوكي شكرا تلاميذ. شكرا تلاميذ.
إذا راح نروح على الموضوع اللي بعده اللي هو الكسور المتكافئ. أوكي، هنروح على الموضوع اللي بعده، الكسور المتكافئ. قفص فيه 8 طيور كناري، 2 منها صفر اللون. كتب خالد 1/4 يمثل طيور الكناري الصفر، وكتب جميل 2/8 يمثل طيور الكناري الصفر. ما العلاقة بين الكسرين؟ يعني هنا خالد كتب بيمثلهم 1/4، جميل مثلهم 2/8. نريد نعرف هذه الكسور صحيحة لو لا، وما معنى الكسور المتكافئة؟ تمام؟ ما معنى الكسور المتكافئة؟ أول شيء أنا هسه أجي أكتب الأعداد، أكتب الأعداد. عندي الكسر الأول 1/4، الكسر الثاني 2/8. شو راح أسوي؟ راح أقول أني أريد أمثل بمستطيل واحد، أوكي؟ راح أختار هذا المستطيل أمثل مرة به 1/4، وبنفس المستطيل راح أمثل 2/8، أوكي؟ أجي أخذ المستطيل الأول وأرسم به كم مربع لازم يكون عندي؟ كم مربع؟ العدد الكلي شقد عندي؟ بتمثيل كسر 1/4، الكلي هو 4، الكلي هو 4، إذا راح أرسم 4 مربعات، راح أرسم 4 مربعات، أوكي؟ هسه أريد أمثل الجزء الملون، منو الجزء الملون؟ أنا عندي 1 فقط، يعني هو بالكسر مكتوب 1/4، كم جزء ملون؟ 1 فقط، أجي أخلي 1، ألون 1 فقط. الآن أريد نفس المستطيل، نفس المستطيل أقسم إلى 8 أجزاء متساوية. شو راح أقول؟ أنا هنا مو قسمت إلى 4 أجزاء، هذه 4 أجزاء مو أقدر أقسمها إلى 8. شلون؟ مجرد إنه كل مربع راح أقسمه بالنص، كل مربع راح أسوي أقسمه بالنص، تمام؟ وهنا راح أقسم المربع بالنص. قد صاروا كم مربع صار؟ صار 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا نفس المستطيل أنا رسمت به 4 مربعات، ونفس المستطيل أني كفى أرسم به 8 لو لا؟ نفسه لو مو نفسه؟ احتاجيت أني مستطيل ثاني أرسم به؟ إذا هو المستطيل الأول والثاني متساوين لو غير متساوين؟ متساوين لو غير متساوين؟ متساوين. ليش؟ هو نفسه، نفسه 1/4 نفس 2/8، لكن دا تنتبهون 1/4 شبيه هو تضاعف، صار 2/8، بس أنا من تضاعف الكسور تكون هنا هي نفسها، نفسها تكون نفس المستطيل، أنا ما غيرت، ما جبت مستطيل ثاني وزيدت، نفس المستطيل قسمته إلى 4 أجزاء مثل ما تشوفون بهذا الشكل. إلى كم جزء قسمته؟ إلى 4. بعدين بوعدت على هاي 4 أقدر أسويها 8؟ إيه أقدر أسويها 8. شو راح أقول؟ راح أقول المربع الواحد أقسمه إلى نصفين، مربع الواحد أقسمه إلى نصفين راح يصير 8 عندي، المجموع الكلي 8. زين، كم مربع ملون؟ هو دي يقول 2/8، إذا كم واحد ملون؟ هو 2. إذا هذا الكسر يكافئ هذا الكسر، يعني متساوي أم غير متساوي؟ هو متساوي. ليش؟ لأنه نفس المستطيل أنا رسمت، ما احتاجيت بعد أرسم واحد ثاني، تمام؟ ما احتاجيت أرسم واحد ثاني. إذا هذه فكرة إنه شنو معنى مكافئ؟ هذه فكرة شنو معنى مكافئ؟ المكافئ هو نفس الكسر مكافئ لكسر آخر، يعني متساوي،
يعني كسور متساوية، تمام؟ أوكي؟ تمام؟ باعوا مثل ما نقول الكيك، مثل الكيك، الكيك مثلاً أنتم مو عندكم أربع كيكات، بدل ما أقسمها إنه هاي الكيكات إلى أربع أجزاء، أقسمها إلى ثمانية أجزاء، زيدت أنا بالكيك لو هي كيكة نفسها، كيكة نفسها، بدل ما أقسمها إلى أربعة، لما قسمتها؟ قسمتها إلى ثمانية، إذن هو متساوي، هذا معنى الكسور المتكافئة. شلون أنا أقدر أستخرج كسور متكافئة؟ يجيني سؤال يقول لك أنت عندك كسر، أريد من عندك تنطيني كسر مكافئ. الطريقة الأولى إنه أنا إيش أسوي؟ أضرب. شنو أضرب؟ أضرب الكسر كله، يعني البسط والمقام أضربه. عندكم الضرب تقدرون تضربون من، تضربون مثلاً من 2 3 4 5 6 7 8 9، أوكي؟ تمام؟ أضرب الكسر والمقام من 2 لحد 9 مسموح لي، أي عدد تختاروا هو مسموح لكم. هنا أنا عندي كسر 1 على 5، أريد أكافئ هذا الكسر، يكون عندي كسر مكافئ، شو راح أسوي له؟ راح أضربه، راح أختار لعدد 2 أضربه، أجي أروح أضرب الكسر البسط أضربه في 2، والمقام أيضا يضرب بنفس العدد، بنفس العدد، ما يصير أروح أضرب البسط بعدد والمقام بعدد ثاني، لا، لازم الكسر كله ينضربون بنفس العدد. أجي هنا أقول 1 في 2 شقد يساوي؟ 2. 5 في 2 شقد يساوي؟ 10. إذن 2 على 10 هو مكافئ للواحد على 5. تمام؟ فهمنا؟ فهمنا من يريد من عندكم كسر مكافئ. باعوا لي هنا من يريد من عندكم كسر مكافئ، شو راح تسوون؟ مجرد تروحون تضربون الكسر، أوكي؟ هذا كسر أروح أضرب، هذه الطريقة الأولى إنه أنا أقدر أضرب. الطريقة الثانية، الطريقة الثانية، إذا الطريقة الأولى ممكن أضرب، الطريقة الثانية إيش أسوي؟ أبوع على الكسر، أبوع على الكسر، البسط هنا عندي 4، المقام إيش قد؟ 8. أجي أشوف الأربعة الثمانية أعداد زوجية، الأربعة والثمانية أعداد زوجية، إذن يقبلون القسمة على 2 لو ما يقبلون؟ يقبلون، ممتاز. إذن راح أقسم الأربعة على 2 وأقسم الثمانية على 2، الأربعة كم 2 بيها؟ الأربعة كم 2 بيها؟ بيها 2، والثمانية كم 2 بيها؟ بيها 4. إذن هنا الطريقة الأخرى يعتمد على منو؟ يعتمد على قابلية القسمة اللي أخذناها بالمواضيع السابقة، إنه أشوف الكسر إذا من الأعداد الزوجية اثنيناتهم، اثنينهم من الأعداد الزوجية أقسمه على 2، إذا اثنيناتهم يقبلون القسمة على 5 أقسمه على 5، إذا 2 يقبلون قسمة على 3 أقسم على 3، تمام؟ باعوا لي هنا على الشاشة كلش زين، باعوا لي على الشاشة كلش زين. الطريقة الأولى إنه أنا أضرب البسط والمقام في نفس العدد يطلع لي كسر مكافئ، الطريقة الثانية إنه أنا أقسم البسط والمقام على نفس العدد يطلع لي كسر مكافئ، أوكي؟ تمام؟ يلا نروح على فقرة التأكد، نروح على فقرة أتأكد ونشوف التلاميذ اللي راح يشتركون ويانا، أوكي؟ راح نشوف أول شيء أباوع الكسر اللي عندي، أولاً أباوع الكسر اللي عندي، هذا الكسر أضربه لو أقسم؟ السؤال هو أجد كسرين مكافئين لكل كسر مما يلي، يعني نعطيك 8 على 4 يريد كسرين مكافئين، أوكي؟ يلا يا حمزة، عندك 8 على 24، حمزة
ثمانية والأربعة وعشرون من الأعداد الزوجية؟ الثمانية زوجية والأربعة وعشرون ثمانية زوجية. ليش؟ لأن الآحاد أربعة فعدد زوجي. إذن يقبلون القسمة على اثنان؟ أي. إذن شو راح أسوي؟ أقسم الثمانية تقسيم شقد؟ اثنين. والأربعة وعشرين تقسيم شقد؟ اثنين. ممتاز. ليش؟ أنا قلت أقسم البسط والمقام على نفس العدد. يلا ثمانية كم اثنان بيها؟ بيها أربعة اثنان. بيها أربعة اثنان يعني بيها أربعة. الأربعة وعشرون كم اثنان بيها؟ أجي هنا أسوي إذا ما تعرفنا أجي أسويها قسمة طويلة. تمام؟ الاثنان كم اثنان بيها؟ بيها واحد. زين الأربعة كم اثنان بيها؟ بيها اثنان. تمام؟ إذا إيش قد عندي راح يصير؟ 12. تمام؟ إيش قد صار عندك الكسر هسه؟ أربعة كسر 12. أربعة على 12. شكراً جزيلاً حمزة. الآن يريد كسر مكافئ ثاني. فرح. نعم فرح. الأربعة والاثنا عشر يقبلون مرة أخرى ينقسمهم على اثنان؟ نعم. يلا قسمي أربعة تقسيم اثنان يعني من الأعداد الزوجية، والاثنا عشر تقسيم اثنان. يلا أربعة أربعة تقسيم اثنان بيها اثنان. ممتاز. والاثنا عشر بيها ستة. ستة لأن ستة في اثنان يساوي اثنان عشر. ممتاز. إذن الآن تلاميذ كم كسر أنا استخرجت؟ استخرجت كسرين باستخدام القسمة. ليش؟ لأن أنا باوعت الأعداد أعداد كبيرة. باوعت شفت إن هنا عندي أعداد كبيرة واثنيناتهم يقبلون القسمة على اثنان، إذن استخدمت طريقة القسمة. أوكي؟ تمام تلاميذ؟ فهمنا؟ ركزنا؟ سما ما فهمت. سما باعي انت عندك هنا ثمانية على أربعة وعشرون، اجي اشوف الثمانية استخدم لها طريقة الضرب؟ ما هو عدد كبير، ليش استخدم لها طريقة الضرب؟ من يكون عندي اعداد كبار استخدم لها طريقة القسمة. اوكي استخدم طريقة القسمة. اجي اشوف الثمانية، الثمانية من الاعداد الزوجية؟ من الاعداد الزوجية؟ من الأعداد الزوجية. الأربعة وعشرون من الأعداد الزوجية؟ أجي أشوف الأربعة الآحاد من الأعداد الزوجية. إذن اثنيناتهم أقدر أقسمهم على اثنان. اثنينهم أقدر أقسمهم على اثنان. ثمانية تقسيم اثنان كم يساوي؟ أربعة. أربعة وعشرون تقسيم اثنان اثنا عشر. بعدها راح أقول هذا الكسر هذا أول كسر. تمام؟ هذا أول كسر مكافئ للثمانية على أربعة وعشرون. أجي أشوف الأربعة على اثنا عشر أقدر أقسم بعد؟ لو بعد ما بي مجال أقدر أقسم بعد. الأربعة تقبل القسمة على اثنان لو ما تقبل؟ تقبل. اثنا عشر تقبل القسمة على اثنان لو ما تقبل؟ تقبل. إذا أقسمه مرة أخرى على اثنان طلع لي كسر مكافئ ثاني. تمام؟ فهمنا؟ شكرا جزيلا. يلا ناخذ تلميذ آخر، ناخذ تلميذ آخر يشارك ويانا بالحل. يلا يا علي، علي يحيى، علي ويانا. ماما افتح الصوت. نعم سامسة. يلا يا علاوي، عندك الكسر ثمانية على عشرون. برأيك ثمانية على عشرون أروح أضرب لو أستخدم قسمة؟ أضرب. إنه هو عدد كبير واثنيناتهم زوجي أقدر أقسم، صح لو لا؟ قسم. كلام يذبع لي حبايبي، انتبهوا. أولا أباوع على الكسر، إذا الكسر كبير أقسم، يعني البسط والمقام
اثنيناتهم كبار رأساً، أفكر إنه أني أقسم، أوكي؟ بعدين ولا ما فكرت إنه أني أقسم، أشوف البسط والمقام، على من يقبلون القسمة؟ يعتمد على قابلية القسمة، الموضوع اللي أخذناه. يلا يا علي، بسط والمقام على من أقسمهم؟ ناس الثمانية عدد زوجي تقبل على الاثنين. ممتاز، والعشرون؟ على العشرة. ما يصير، أنا لازم نفس العدد أقسمه للبسط وللمقام، نفسه ما يصير يختلف. لا على الاثنين. زين، هي العشرون أحدها شنو؟ صفر. صفر يعني صفر زوجي، إذن اثنيناتهم راح أقسمهم على اثنان، تمام؟ تلاميذ البسط والمقام من أختار عدد أريد أقسمه نفس العدد، ما يصير مختلفات، نفسه. ثمانية تقسيم اثنان وعشرون تقسيم اثنان. ثمانية كم اثنان بيها؟ أربعة. بيها أربعة. العشرون كم اثنان بيها؟ عشرة. عشرة. أجي أقول اللي ما يعرف هذه الطريقة، أقول هنا مثلاً أكتب عشرون وهنا اثنان. عشرون كم اثنان بيها؟ اثنان كم اثنان بيها؟ واحد. واحد في اثنان اثنان. صفر تقسيم اثنان هو صفر يصعد، إذن عشرة، تمام؟ يلا عشرة. إذن تلاميذ هنا هذا الكسر المكافئ الأول، شكرا جزيلا. يا علي نختار تلميذ آخر، روان عقيل، أريد من عندك الكسر المكافئ الثاني. روان، روان عقيل، أوكي شكرا جزيلا روان، نحاول مع مرة أخرى. حسن، يلا يا حسن، نريد كسر مكافئ ثاني. أبابع الأربعة والعشرة بيها مجال بعد يتقسمون لو لا؟ بيها مجال بعد يتقسمون. إذن الأربعة من الأعداد الزوجية والعشرة عدد زوجي، لأن أحد صفر. إذا راح أقسم مرة أخرى، مرة ثانية أخذ الكسر المكافئ الأول وأقسمه مرة ثانية، أقسمه على أربعة، أربعة على اثنان وعشرة على اثنان، أقسم البسط والمقام على اثنان. يلا يا حسن علي صوتك. أربعة تقسيم اثنان اثنان، وعشرة تقسيم اثنان خمسة. إذن الآن كم كسر مكافئ استخرجنا؟ اثنان. هذا الأول وهذا الثاني، الأول هو أربعة على عشرة والثاني هو اثنان على خمسة، تمام؟ شكرا جزيلا. يلا ناخذ تلميذ آخر، آلاء. يلا يا آلاء، أريد من الكل يركزوا لي على نقطة ثلاثة، وباعوا الثلاثة هي واحد على ستة وثلاثون، هذه يرهم لها تقسيم لو ما يرهم؟ آلاء ويانا؟ نعم. يلا يا آلاء، عندك واحد على ستة وثلاثون، هذا يرهم لتقسيم لو ما يرهم؟ لا يرهم. ما يرهم؟ ليش؟ لأنه البسط واحد، البسط واحد، الواحد ما يقبل أقسمه على أي عدد، بس على نفسه، فما راح ترهم، أوكي؟ تمام؟ إذا ماما باعوا، عرفنا شو وقت إنه أنا القسمة ما راح أستخدمها؟ من أباوع على عدد؟ هسه أنتوا عندكم هنا واحد على ستة وثلاثون، البسط ما يقدر يقبل القسمة على عدد نفس اللي راح أقسمه على ستة وثلاثون، ليش؟ لأن يعني البسط واحد، من يكون عندي واحد البسط ما راح ترهم له طريقة القسمة، إذا راح أستخدم له طريقة الضرب، والضرب ممكن أضرب في اثنان أو في ثلاثة إلى في تسعة، تمام؟ آلاء ويانا؟ آلاء؟ ماما علي صوتكم؟ يلا يا آلاء، إذا راح نستخدم طريقة الضرب، راح أقول أضرب البسط والمقام في نفس العدد، راح نختار أسهل شيء اللي هي الاثنان، تمام؟ أوكي. يلا يا آلاء، أنا داحل. اثنان
واحد في اثنان ايش ينضرب ويه واحد يطلع نفسه يعني اثنان. 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 زين وستة وثلاثون. هم اضربها لازم. ستة وثلاثون أضربها أيضا في اثنان. شكرا آلا، لكن صوتك جدا بعيد بحيث كل شيء مدى أسمع. شكرا جزيلا. نأخذ تلميذ آخر، يوسف. يوسف سين. نعم سنسي. يلا يا يوسف. إذا أخذنا الكسر راح نضربه في اثنان. البسط والمقام اثنيناتهم راح أضربهم في اثنان، ما يصير أضرب البسط وأترك المقام. يلا يا يوسف. سنسي. يوسف أسمعك ماما. أوكي شكرا جزيلا يوسف. حيروح الوقت بهذه الطريقة. أحمد فلاح. أحمد. نعم سنسي. يلا يا أحمد أسرع ماما. اثنان في واحد. واحد في اثنان. اثنان. ممتاز. ستة وثلاثون في اثنان. ستة في اثنان. أجربها بشكل عمودي. تمام. اثنان في ستة. اثنان في ستة. اثنان عشر. اثنان واحد عادة تسوية. اثنان في ثلاثة ستة. زاد واحد سبعة. ممتاز. اذا ايش قد صار لي الكسر الاول؟ اثنان وسبعون. اذا الكسر الاول البسط هو اثنان والمقام هو اثنان وسبعون. هنا استخرجنا الكسر الاول المكافئ الأول. تمام؟ الآن لازم استخرج كسر مكافئ ثاني وأيضا استخدم طريقة الضرب. ناخذ تلميذ آخر. عبد الله نبيل. عبد الله. نعم ست. نعم ست. عبد الله. عبد الله احنا هنا قلنا هذا الكسر ما يرهم له بس طريقة الضرب. ضربنا أول مرة في اثنان، مرة أخرى راح أضربه في منو؟ في ثلاثة. ممتاز في ثلاثة. أجي أضرب واحد في ثلاثة وستة وثلاثون في ثلاثة. تمام؟ واحد في ثلاثة. واحد في ثلاثة ثلاثة. وستة وثلاثون في ثلاثة أجي أضربهم بشكل عمودي حتى ما أخطأ. ثلاثة في ستة. ثلاثة في ستة. أربعة ثمنتاعش. 18. 3 في 1 4. 3 في 3 3 زائد 1 10. 10. إذا المقام قد حيصير عندي 180. تمام تلاميذ؟ فهمنا حبايبي لو بعدنا؟ اوكي. نعم. سما وبقية التلاميذ اللي ما فهموا باعوا لي هنا كلش زين. شوفوا فهمنا طريقة القسمة. القسمة شو وقت استخدمها؟ من يكون عندي أعداد كبيرة وأباوع البسط والمقام اثنيناتهم يقبلون القسمة إذا أقسم. تمام؟ إذا أقسم. أجي هنا أشوف عندي هذا الكسر واحد على ستة وثلاثون. الواحد يقبل القسمة على عدد يقبل ستة وثلاثون؟ ما عندي عدد الستة وثلاثون والواحد يقبلون القسمة عليه بنفس الوقت. إذا إيش راح أسوي؟ ما دام القسمة ما راح تفيدني أستخدم الضرب. من القسمة ما راح تفيد أستخدم الضرب. إيش راح أقول؟ من الجميع الانتباه. راح أقول أضرب الكسر كله في عدد واحد. يعني أما أضربه في اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى التسعة. تمام؟ أضربه حتى ينطيني كسر مكافئ. تمام؟ أوكي؟ راح أجي أقول أضرب الواحد في اثنان وستة وثلاثون في اثنان. أوكي؟ تركزون أنا شو دا أحكي؟ دا أقول إنه القسمة ما تفيدني إذا آخذ طريقة الضرب. آخذ طريقة الضرب، أضرب الكسر كله بعدد. أوكي؟ تمام؟ تمام لو لا؟ أشروا.
نفهم لو لا للصف نون. اوكي اذا معناها راح اضرب العدد في الكسر، راح اضربه في عدد واحد. اجي اقول واحد في اثنان اثنان، ستة وثلاثون في اثنان، انا استخرجتها عن طريق ضرب العمودي هي اثنان وسبعون. اذا هو هذا الكسر الاول، المكافئ الاول. هو يريد من عندي كسر المكافئين، شو راح اسوي؟ اخذ مرة اخرى الكسر نفسه الواحد على ستة وثلاثون واضربه في عدد ثاني. احنا مو ضربنا في اثنان، اضربه في عدد ثاني. اضرب اجي واحد على ستة وثلاثون اضربه في ثلاثة، تمام؟ اضرب البسط والمقام في ثلاثة، واحد في ثلاثة ثلاثة، ستة وثلاثون في ثلاثة اني ضربتها بطريقة العمودي طلعت لي مئة وثمانية. فهمنا الان؟ هي طريقتين، مجرد انه اني اروح على البسط اشوفه يقبل القسمة اقسم، بسط والمقام يقبلون القسمة على نفس العدد أقسم، ما يقبلون القسمة على نفس العدد أروح أضربهم اثنينهم. فهمنا؟ أوكي؟ تمام؟ يلا خلينا نروح نكمل الأمثلة. يلا يا أبطال نكمل الأمثلة وياكم. عندنا ستة على ثمانية عشر، عندنا ستة على ثمانية عشر. ناخذ تلميذ آخر، علي، علي حسين. ماكو. طه. تلاميذ يعني تدخلون تغلقون الكاميرا، شو تفهمون من الدرس؟ نعم. يلا يا طه، عندك هنا ستة على ثمانية عشر، هذا العدد بنتباوع عليه، يقبل القسمة لو ما يقبل؟ يقبل القسمة. يقبل القسمة، البسط والمقام يقبلون القسمة، إذا على من راح تقسمهم؟ طبعا أقسم ستة تقسيم اثنين. والثمانية عشر؟ نفس الشيء. ممتاز، أحسن. ستة تقسيم اثنان، ثمانية عشر تقسيم اثنان، الستة كم اثنان بيها؟ ثلاثة. ثلاثة، ثمانية عشر كم اثنان بيها؟ في أي عدد أضرب الاثنان ينطني ثمانية عشر؟ تسعة. تسعة، أحسن، شكرا جزيلا. إذا هذا الكسر الأول، المكافئ الأول، تمام؟ أريد هسة من تلميذ يقول لي الستة على ثمانية عشر أقدر على منو أقسمها بعد غير الاثنان؟ يلا يلا يا بطل حيقول، يلا يا أبطال هسه أريد أعرف الستة على ثمانية عشر حسب قابلية القسمة على منو تقدر تتقسم؟ على منو تقدر تتقسم مرة أخرى؟ زين العابدين. ثلاثة. ثلاثة، ممتاز، أحسنت. ليش؟ لأنه الستة من ناتج جدول ضرب الثلاثة، والثمانية عشر إذا أجمعها ثمانية زائد واحد تسعة، إذن راح يقبلون القسمة على ثلاثة. أوكي، أقدر أقسمها على ثلاثة. أجي أقول هنا ستة تقسيم ثلاثة، أوكي، وثمانية عشر تقسيم شقد؟ ثلاثة، تمام؟ ستة كم ثلاثة بيها؟ اثنين. اثنان، أحسن. ثمانية عشر كم ثلاثة بيها؟ ثمانية عشر أروح أجل ثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في اثنين ستة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، ثلاثة في أربعة 12، ثلاثة في خمسة 15، ثلاثة في ستة 6. ممتاز، ثلاثة في ستة 18. إذا أنا استخرجت كسر مكافئ ثاني، وأقدر أيضا أستخرج كسر مكافئ ثالث بطريقة الضرب، إنه أجي أخذ ستة أضربها في اثنان،
أول مثال طريقة الضرب رأس الأضرب في اثنان، ستة في اثنان وثمانية عشر في اثنان، ستة في اثنان اثنى عشر، اثنان في ثمانية عشر ستة وثلاثون. إذا هذا المثال أنا قدرت أستخرج له كم كسر مكافئ؟ ثلاثة. إذا لكم الحرية المطلقة باختيار الطريقة، يا أما تستخدمون قسمة يا أما تستخدمون ضروب. شفتوا؟ ما عندكم إنه مثلا يحدد لكم إلا تستخدمون قسمة، لا، إلا تستخدمون ضرب، لا، ماكو هيك الشيء. أما إنه أني أشوف قدامي أشوف الكسر وأني أقرر أبوع هذا الكسر يقبل القسمة مباشرة أقسم، أشوف هذا الكسر بها مجال ينضرب مباشرة أضرب، تمام؟ شفنا الموضوع إيش قد سهل صار؟ موضوع جدا سهل. يلا أجد كسر مكافئ لكل من الكسور التالية باستخدام النماذج. راح أول شيء راح أسوي أشوف الكسر هذا يقبل القسمة لو يقبل الضرب، والناتج الكسر المكافئ أمثله على شكل شنو؟ أمثله على شكل مستطيل وبداخله مربعات. يلا خلينا نأخذ روان عقيل ويانا. روان روان ماما الصوت اوكي، روان سيمها ضعيف. يلا ناخذ مهدي. مهدي نعم ست. يلا يا مهدي نباوع على الكسر، ستة على أربعة وعشرون على من يقبل القسمة؟ اثنان. اثنان ليش؟ لأنه الستة من الأعداد الزوجية، والأربعة وعشرون أباوع على منو؟ على منو أباوع؟ على الأثنان، على الآحاد، على الآحاد اللي هي الأربعة، الأربعة من الأعداد الزوجية. نعم أربعة من الأعداد الزوجية. في اثنين أقسم الستة وأقسم الأربعة وعشرون، ستة كم اثنان بيها؟ ثلاثة. ثلاثة في اثنان ينطيني ستة. ماما حافظت دول الضرب. الأربعة وعشرون كم اثنان بيها؟ أجي أقسمها بشكل، أجي أقول هنا هذه الاثنان كم اثنان بيها؟ واحدة. واحد. الأربعة كم اثنان بيها؟ أربعة كم اثنان؟ اثنان. اثنان. إذن 24 تقسيم 2 12. 24 تقسيم 2 12. إذن الكسر المكافئ هو 3 على 12، يريد يمثل لي إياه باستخدام النماذج. اتفقنا رأساً إنه أنا أستخدم مستطيل وأبدأ أرسم كم مربع أرسم تلاميذ؟ كم مربع أرسم؟ على منو تعتمد؟ ثلاثة. نعم. عشر. كم مربع ترسمون ماما؟ شلون ثلاثة؟ شلون؟ أنا أعتمد على يمن؟ عشر. على المقام. المقام هو العدد الكلي 12، إذا راح أرسم له 12 مربع، تمام؟ أرسم 12 مربع، كم جزء ملون؟ ثلاثة. ثلاثة، إذا ألون ثلاثة أجزاء، تمام؟ أوكي تلاميذ، أوكي، هذه مال الأجزاء الملونة والعدد الكلي، هذه كل إحنا أخذناها بالثالث. يلا، خلينا نشوف المثال اللي بعده. شكراً مهدي، نشوف المثال اللي بعده. ميار، ميار ويانا، أوكي. تلاميذ ماما حسين، حسين أحمد. أوكي أحمد، أمير، أحمد عمار. نعم سانسي. يلا يا أحمد عمار، عندك هنا خمسة على خمسة عشر، تقبل قسمة لو ما يقبل هذا الكسر؟ خمسة على خمسة عشر؟ نعم يقبل. أقدر أقسم لو ما أقدر أستخدم طريقة القسمة؟ لا لازم أضرب.
ليش؟ هو الخمسة مو يقبل القسمة على الخمسة، والخمسة عشر أحد خمسة مو يقبل القسمة على الخمسة. يا صحيح سانسي. صح؟ إذن راح أقسم البسط والمقام على 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 شقد؟ على نعم القسمة. أقسم البسط والمقام أقسمهم على خمسة. خمسة كم خمسة بيها؟ وحدة. واحد. خمسة عشر كم خمسة بيها؟ خمسة عشر ثلاثة. ثلاثة ممتاز. إذا كسر المكافئ صار عندي واحد على ثلاثة. كم مستطيل، مستطيل واحد كم أرسم بمربع؟ المستطيل الواحد كم أرسم بمربع؟ نعم ثلاثة. ممتاز. اعتمد على المقام اللي هو ثلاثة. تمام. كم مربع ملون؟ اعتمد على البسط. واحد. واحد. تمام. اوكي تلاميذ، ترى الموضوع جدا سهل. هنا عندكم ثلاثة على تسعة ايضا اعتبر ايضا يقبلون القسمة على ثلاثة. هنا ستة على تسعة يقبلون القسمة على ثلاثة. تقسمون وراها ترسمون مستطيل. عدد المربعات يعتمد على المقام. الأجزاء الملونة يعتمد على البسط. تمام. يلا خلينا ناخذ مثاليا هنا حتى ينتهي الوقت. ناخذ مثاليا هنا. عندك هنا اكتب العدد المناسب في المربع. شوفوا عندكم خمسة على عشرة يساوي مربع فارغ على اثنان. شو أسوي من عندي مربعات فارغة؟ أروح أشوف من ناطيني إجابة إلى كاملة؟ هو المقام هنا ناطيني إجابة كاملة. أجي أشوف هذه العشرة هي كبرت لو صغرت؟ كبرت لو صغرت سما؟ صغرت سانسي. يعني معناها ضربناها لو قسمناها؟ ضربناها؟ إذا ضربناها أنا من أضرب يضاعف العدد، بس من أقسم شي يصير بيه العدد؟ يتصغر. يصغر. أقسم يصغر. ممتاز. زين العشرة قسمناها على ايش قد انطتني اثنان؟ اشوف جدول ضرب مال اثنان. اثنان في ايش قد تنطيني عشرة؟ اثنان في خمسة. اثنان في خمسة. اذا على ايش قد مقسمين؟ على جدول ضرب الاثنان. هو انا ايش قلت؟ قلت انه انا ناطيني العشرة ايش قد صارت؟ صارت اثنان. اثنان. اجي اشوف العشرة على ايش قد قسمتها نطتني اثنان. او اقول هنا العشرة تقسيم اثنان ايش قد بيها؟ الواحد بيها واحد ما اقدر. فعشرة تقسيم اثنان خمسة. خمسة. اذا على ايش قد نقسم العشرة؟ على خمسة. على خمسة. إذا البسط والمقام مقسميهم على خمسة. فهمنا؟ خمسة كم خمسة بيها؟ بيها واحد. العشرة كم خمسة بيها؟ هي اثنان مثل ما نعطيني إياها بالسؤال. إذا إجابتي صحيحة. أوكي؟ عرفنا؟ أوكي. يلا ناخذ شمس بشار أخير شيء ويانا شمس. سنسي. نعم سنسي. أنا ما افتهمته بصراحة. أوكي. هذا القسمة تمام؟ شوف. لا مو القسمة هذا بالذات، اكتب العدد المناسب. هو هسه حشرح لكم إياه. باعوا عندكم طريقة إنه تقولون هنا هذه هي العشرة. باعوا هاي العشرة إيش قد صارت؟ اثنان. اثنان، يعني معناها أجي أشوف العشرة صغرت لو كبرت؟ صغرت. صغرت معناها قسمة. نعم. دام صغرت معناها قسمة. أجي أنزل العشرة وأنزل الاثنان. العشرة نعم. كم اثنان بيها؟ خمسة. بيها خمسة. إذن أنا عرفت الإجابة لو ما عرفت؟ عرفت. إذن معناها البسط والمقام قسموها على خمسة حتى صارت العشرة اثنان. أوكي؟ فهمتي؟ نعم. سانسي زين هذا الواحد من إجي؟ هذا الواحد أنا من أقسم العشرة تقسيم خمسة
البسط أعرفه ما قسمه؟ بلا قسمه. أقسمه خمسة تقسيم خمسة عشرة. خمسة تقسيم خمسة واحد واحد. واحد، إذن واحد هي الإجابة. نعم. فهمنا؟ فهمت. يلا أسمع عندكم العدد. سما بس لحظة نحل هذا العدد. أوكي سوسي. يلا هنا أنا شنو عندي آني؟ ثلاثة صغرى. ثلاثة. وهنا أنا شنو عندي؟ سبعة. سبعة. تقدرون تستخدمون طريقة أخرى إذا ما فهمتوا طريقة القسمة. تلاميذ باعوا. إذا ما فهمتوا هذه الطريقة الاستنتاجية لكم طريقة ثانية. شو تسوون؟ تضربون طرفين في وسطين. أوكي؟ تضربون طرفين في وسطين. يعني شنو؟ أضرب هذا البسط في هذا المقام وأضرب هذا البسط في هذا المقام. أوكي؟ طريقة طرفين في وسطين. أجي أضرب ثلاثة في سبعة. واحد وعشرين. واحد وعشرون يساوي واحد. أضربه في شقد يمطيني واحد وعشرون. واحد وعشرون. واحد وعشرون. إذن الإجابة هي واحد وعشرون. هذا أعرف فهمتها الطريقة أكثر. تلاميذ هذه أسهل؟ نعم. أسهل؟ باعوا. باعوا المثال اللي بعده. باعوا المثال اللي بعده. طرفين في وسطين. شوفوا طرفين في وسطين. بس هذه شو كنت استخدمها؟ هسه أنا قلت اثنان في ستة اثنا عشر. تمام؟ اثنا عشر يساوي ثلاثة أضربة في شقد تنطيني اثلا عشر؟ أربعة. أربعة. إذن أنزل الأربعة هنا. تمام؟ أوكي؟ هذه في حال إنه أنتم ما فهمتوا طريقة القسمة. تمام؟ تلاميذ؟ في حال ما فهمتوا طريقة القسمة كل هذه الأمثلة من يجيكم مربع فارغ تستخدمون بها طرفين في وسطين. أوكي؟ أجي مرة ثانية راح أعيد أقول طرفين في وسطين. خمسة في اثنان ومربع فارغ في عشرة. خمسة في اثنان عشرة يساوي مربع الفارغ أضربه في شقد ينطيني عشرة؟ في شقد ينطيني عشرة؟ هو واحد. إذن واحد هي الإجابة. أجي هنا عندي طرفين في وسطين. إذن راح أقول ثلاثة في سبعة واحد وعشرون يساوي واحد أضربه في شقد ينطيني واحد وعشرون؟ هو واحد وعشرون. شفنا شقد سهل باستخدام طرفين وسطين؟ أوكي؟ تمام؟ إذا تلاميذ اللي هنا أنا ما ينتهي موضوعنا لهذا اليوم. اللي أطلبه من عندكم هو تكملة حل الفقرات أتأكد. أوكي؟ سما ماما اسألي سؤالك. سوسي